تروح لمستشفياتنا دير سكانار يقول لك فاسد، تروح للبريفي سكانار تاعو عمره ما يطيح بام. علاه علاه هكذا؟ علاه ديروا في امه محمد هكذا يا جماعه؟ المريض راح يموت والصحيح راح يموت والطبيب راح يموت والطبيبه راح تموت والبروفيسور راح يموت والسيروم راح يروح واليرام راح يروح والعيادات راح تروح، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اني نخاطب فيكم من باب الاخوه، نجي روحك اليوم، هذاك اللي ضيعته ما درت له السيروم في وقته لقد قتلته عمدا، هاك راقد وتشايخ او عيب ندخلوا السبيطار نلقوا ولادنا الاطباء اللي دخلوا جدد مجمولين ويشيخوا حاطين البرطابل، او قراوا على روحكم واجتهدوا واجريوا باش تخدموا هذه الامه. خليك من المشطة والتمسخير، هذا انا طبيب ولابس ولابس هذيك البيضة وماشي واني طبيبة، او مش هذاك الصح صح واش تقول ربي يوم القيامة؟ أنت مسؤول فأعد للسؤال جوابا وعلى الجواب أن يكون صوابا. علاه السكانر ما يمشيش؟ علاه؟ علاه الراديو ما يمشيش؟ علاه الزنانيز ما كانش؟ علاه؟ يا أخي هذه بلادنا وين نروحوا؟ نروحوا اليهود نقول لهم أعطيونا الزنانيز ديروا لنا داونا مرضانا. اللهم اجمعها والله الصحة. يا أبناء الشعب راني نخاطب فيكم، أنتم الطبيبة والطبيبة والبروفيسور، أنتم ولاد الشعب، قوموا هذا الشعب الفقير الزوالي التعبان العيان، ناس مطيشة في الكولوارات ما كانش. أنا ما بعقلك روح شوف وين دير لي زاناليس. هز فرود مسكين يتمرمد، واحد مش عارف منين جاي واحد منين جاي، وراه الضمير. تعطيك سؤال، طبيب ولا طبيبة ولا مرض، كنت عند أمك تتمرمد تخليها ديرها لأمك؟ هاد المخلوق اللي لازم ديرها أختك، هاد الولاد الصغار ديرها مخاوتك وولادك، دراري صغار مساكين شادين كروش وما بداو شادين رصان ويتمرمدوا على كريز قبضتهم كان من يطلع عليهم. دخل المراحيض كرمك الله مدقدقة مكسرة المياه تجري، طيق مكسرين مدقدقين، حرب تاع أوكرانيا مش صارين عليها كما راهم صارين عندنا. هذه حقيقة مرة لازم نعرفوها ونديروها في الدروس نذكروا أنفسنا. كل رانا نبنيو، الامام راه يجاهد باش يبني البلاد، يعاون، التاجر راه واقف من الصباح ويعاون، الطبيب راه يداوي في الناس، ان المصو يبني للناس، ان كل واحد راه في جهته، كل واحد رانا متعاونين على هذه البلاد هذه، تعاونوا. الوجه ربي يا جماعه، انا نخاطب فيكم الوجه ربي.